بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل معا مقرر تنظيم حاسبات 2. نحن في الباب الأول Central Processing Unit. الآن نذهب إلى هذا الدرس. Chapter 1 Lecture 17 Types of Computer Instructions. في هذا الدرس نتعرف على الأنواع المختلفة لتعليمات الحاسب، وفي هذا الدرس نغطي هذين الموضوعين. أولا سنعرف Types of Computer Instructions، ما هي هذه الأنواع المختلفة، وسنبدأ بأحد هذه الأنواع وهو Data Transfer Instructions. نبدأ بالموضوع الأول Types of Computer Instructions، ونقول أن التعليمات في الحاسبات يمكن تصنيفها إلى 3 أنواع. Computer Instructions can be classified into 3 types. ما هي هذه الأنواع الثلاث؟ 1. Data Transfer Instructions، تعليمات تختص بنقل البيانات، نقل البيانات دون تغيير محتوى هذه البيانات. إذن Data Transfer Instruction causes transfer of data without changing the content. ما موجود في سجل واحد أنقله إلى الذاكرة أو إلى الأكوميوليتر أو إلى سجل آخر، ولكن لا تغير محتوى ما هو موجود في سجل واحد. هذه Data Transfer Instructions. النوع الثاني Data Manipulation Instructions. الآن نحن نتحكم في الداتا ونجري عليها عمليات، وبالتالي تتغير الداتا بعد إجراء العملية. هذا النوع من التعليمات دائما يتم فيه إجراء عمليات حسابية أو منطقية أو عمليات إزاحة، وكل هذه الأنواع بالطبع تغير من محتوى الداتا بعد التنفيذ. نقول Data Manipulation Instruction perform arithmetic or logic or shift operation on data. النوع الثالث Program Control Instructions. هذه تعليمات للتحكم في سريان البرنامج. ماذا نقصد بالتحكم في سريان البرنامج؟ عادة عندما يتم تنفيذ برامج في الحاسبات يبدأ تنفيذ تعليمات البرامج بالتسلسل، التعليم الأولى بعدها الثانية وبعدها الثالثة وهكذا. وإذا لم يكن هنالك تعليمات تحكم في سريان البرنامج تظل التعليمات تنفذ تسلسليا، ولكن إذا تدخلت بعض التعليمات لتغيير هذا التسلسل في تنفيذ البرامج نقول أن التعليمات التي تغير مسار البرنامج هي تعليمات تحكم. Program Control Instructions change path taken by the program. وطبيعي أن مثل هذه التعليمات تقفز بالبرنامج أو تغير مسار البرنامج أو تتخطى بعض التعليمات وفقا لشروط وحالات معينة. الأنواع الثلاثة لتعليمات الحاسب إذن هي تعليمات نقل، تعليمات نقل بيانات ودون تغيير محتواها، تعليمات سيطرة على البيانات يمكن أن نقول، أو إجراءات على البيانات وهذه تغير في محتوى البيانات، تعليمات
التحكم في البرنامج، وهذه تغير المسار الطبيعي لتنفيذ البرامج في الحاسب. نبدأ بالنوع الأول Data Transfer Instructions. قلنا أن هذا النوع من أنواع التعليمات يقوم فقط بنقل البيانات من مكان إلى آخر داخل الحاسب، إما بين السجلات أو من السجلات إلى الذاكرة أو من وسائل الإدخال والإخراج إلى داخل أو خارج الحاسب. الجدول الذي أمامنا يوضح لنا قائمة بهذه التعليمات التي تقوم بنقل البرامج دون تغيير محتواها. هذه القائمة فيها اسم التعليمة وفيها الاختصار أو الرمز المستخدم لها عند كتابة البرامج. التعليمة الأولى load، هذه لتحميل البيانات إما في السجلات أو في الأكوميوليتر وهو السجل الخاص بتجهيز البيانات لإجراء عمليات عليها. التعليمة الثانية store لحفظ الداتا أو نتائج العمليات في مواقع داخل الذاكرة أو في سجلات محددة. التعليمة الثالثة move لتحريك البيانات من مكان إلى مكان أو لتبادل مواقع بين البيانات بتعليمة exchange. input و output هي تعليمات لإدخال الحروف أو الرموز إلى داخل الحاسب أو لطباعتها من الحاسب إلى أجهزة الطباعة، فهي input output instructions. بوش وبوب هذه مرت علينا عند حديثنا عن الستاك أورجانيزيشن. البوش هو عملية لكتابة البيانات داخل الستاك، داخل تنظيم الركام، والبوب هو لقراءة أو استخراج البيانات من داخل الستاك ريجسترز. إذن هذه القائمة توضح مجموعة من تعليمات الحاسب التي تسبب نقل البيانات من مكان إلى آخر داخل الحاسب أو إلى خارج الحاسب برينترز مثلا دون تغيير محتوى البيانات. وإلى الدرس القادم.